يقود جماهيره. هكذا كان الأهلي وهكذا سيظل الأهلي فوق الجميع بمفهومها السامي ومفهومها اللي هتفهموه معانا خلال الحلقة ولو كره الكارهون. أهلا بيك يا أسامة في كياننا العظيم اللي بنتعلم منه كل يوم. أهلا بيك يا فارس وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة بعنوان دايما الأهلي فوق الجميع بالمعنى اللي احنا دايما بنوضحه وبنفسره، ولكن البعض يتجاهل هذا التفسير من أجل أغراض شخصية هنكشفها خلال هذه الحلقة إن شاء الله. حلقة أعتقد أن أي حد معني بمعرفة الحقائق وبالعقل المجرد الغير موجه أو غير كاره للنادي الأهلي أو اللي عايز يشوف الحقيقة هيقعد ويسمع معانا ويعرف أن أي حجم كراهية جواك تجاه النادي الأهلي لا يمكن يغير من التاريخ.